اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فارزقنا فيه فضل ليلة القدر، وصير أمورنا فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيرنا، وحط عنا ذنوبنا وأوزارنا، واجعل صيامنا فيه صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهنا فيه عن نومة الغافلين، وخذ بيدنا واعف عنا يا عافيا عن المخطئين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.